مشاهدينا الكرام، أهلا بكم لهذا العدد الجديد من الموسم الجديد لبرنامج نجوم. هذا البرنامج الذي سنستضيف فيه اليوم نجم حقيقي، هو يعني وجه رياضي معروف بتحليلاته على قنوات بين سبورتس، وكذلك شغل عدة مناصب رياضية حساسة. الأمر يتعلق باللاعب التونسي السابق طارق دياب. كابتن طارق، شكرا على تلبيتك الدعوة وأهلا بك هنا في الجزائر. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة. كابتن طارق، أنت هنا في الجزائر من أجل حضور، يعني حضرت جائزة الحذاء الذهبي اللي توج بها يعني لاعب نصر حسين داي قاسمي اللي سجل 13 هدف. ما رأيك في هذه الجائزة التي خصصناها يعني للاعبين اللي ينشطوا في البطولة الجزائرية؟ أولا نحب نشكر المسؤولي الخبر الرياضي على الاستضافة وتحول الفرصة باش نحضر الحفل البهيج. اللاعب القاسمي لاعب حسين داي تحصل على اللقب هذا افضل هداف، وهذه تقريبا عندها 6 سنوات السادسه يعني السادسه، وانا اقول بادره طيبه لان تجمع الرياضيين الكل تقريبا، العائله الرياضيه الجزائريه ان شاء الله تزيد تتوسع اكثر فاكثر ان شاء الله. ولاعب يستحق، سجل 13 هدف، يستحق الجائزه هذه، وهام جدا بالنسبه للاعبين المحليين، معناتها هام جدا تعطيهم شحنة معنوية أنهم دائما يحاولوا يعطيوا أكثر للفرق نتاعهم للكرة الجزائرية، وليه لا نشوفهم جاهدوا مع المنتخب الجزائري إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. 13 هدف بالنسبة لهداف الدوري الجزائري، هل هي كافية كابتن؟ تلعبت كرة القدم وتدرك جيدا ما معنى كلمة هداف، يعني هل 13 هدف كافية بالنسبة للموسم كامل؟ موسم تصور أنه بطولة فيها 16 فريق، يعني نقوله 32 مباراة، في 32 مباراة يعني سجل 16 هدف، هل هو عدد كافي؟ طبيعي مش عدد كافي، 13 مباراة 13 هدف في 16 قد 16 32 مباراة، يعني بطبيعة الحال لو أنها تعطينا استنتاجات. أنا المشكلة الكبيرة في الوطن العربي هو مشكلة الهجومي، وتعرف أنت في الفرق تكوين نجم ولاعب كبير في الهجوم هو سهل، لازم أعمل له عمل كبير، فما بالك أن الفرق الكل المفروض أنها تكون عندها مهاجمين كبار. أعتقد أننا افتقدنا المهاجمين الكبار في السنوات الأخيرة في الوطن العربي، وهذا ما خلى دائما حتى البطولة التونسية قبل سنة أو سنتين، البطولة التونسية مدافع أيسر هو هداف البطولة تقريبا، معلول لاعب نادي الرياضي الصفاقسي هو كان هداف البطولة. واضح لنا أن عندنا مشكلة كبيرة في العمل القاعدي، لأن إذا تحب معناتها شاهدوا لاعبين كبار مستوى عالي يكونوا في المنتخب، لازم عندك معناتها العمل يكون في الانديه، والانديه نتاعنا بصراحه مش قادره تعمل. ما هي الوصفه الحقيقيه باش يعني ننجبوا مهاجم حقيقي؟ هل يكون في العمل تاع المجموعه بحد ذاتها؟ يعني لما نشوفوا احنا البطوله الاسبانيه مثلا، نشوفوا نادي بحجم برشلونه، تشوف سواريز يسجل، كاين لاعبين خلفه، يعني نشوفوا ميسي، نشوفوا كان نيمار في السابق، يعني كانوا لاعبين اللي يخليوه يسجل هدف. طبيعي. هل عدم وجود يعني تركيبه قويه راح يعني ضعف من مستوى اللاعب حتى ولو كان عنده امكانيات؟ وفي بعض الفترات احنا ما نلوموش على المهاجم، لان من وراء المهاجم وطريقه اللعب الفريق، وهذه دور المدربين. لما يكون عندك مهاجم كبير وهداف لازم تحضر له وتهيئ له الاجواء، تهيئ له لاعبين وراه باش يحضروا له ويهيئوا له، لانه هو شنو هو عنده؟ هو لو بورول انه يترجم عمل الفريق الى اهداف. لكن اذا الفريق ما يعملش، ما عندوش لاعبين في وسط الميدان، حتى بيتحل الضر المهاجم. في بعض الفترات نلوموا على المهاجم، لكن انا نقول اللعب الجماعي نتاع الفريق، اللعب الهجومي، والمدرب كيف يحضر الفريق، وهذه مشكله كبيره بالنسبه للمدربين. نشوفوا المهاجمين الكبار في العالم، سواريز، نشوفوا ميسي، نشوفوا كريستيانو، وراه لاعبين كبار، وحده ما يعمل شيء. إذا ما ثماش وسط ميدان هجومي يحضر له، حتى المدافعين اللي هم يحضروا، فريال مدريد مارسيلو وكارفاخال يقوموا بعمل لاعبين وسط الميدان، ومع مودريتش ومع كلوز، 5 6 لاعبين يحضروا يخدموا يشتغلوا المهاجم الأول بنزيما وكريستيانو. ولهذا نقول أن القاسمي سجل 13 هدف، لكن هل الظروف اللي يلعب فيها اللاعب هذايا عنده امكانيه يسجل اكثر ولا لا؟ لازم تهيئ له الجو. انجاب يعني مهاجم قوي راح يكون بالمرور على المدارس، يعني مدارس طبيعي تكوينيه. طبيعي طبيعي طبيعي. هل هي غابت على الوطن العربي؟ نقولوا حتى البطوله المغاربيه، لما نقول مغاربيه نقولوا تونس، المغرب والجزائر ايضا. نشوف في اوروبا
في ألمانيا وفرنسا، اللي أنا أعتبر أحسن مدارس الفرنسية. يصبروا، هناك صبر، هناك عمل متواصل، هناك يصبروا 5 6 7 سنوات على اللعب، لكن هيئوا حضروا الأجواء ويدخلوا في أجواء اللي عنده إمكانية معناتها باش يترعرع ويكبر وينمو ويصبح لاعب كبير. احنا 90 دقيقة نصبروا، احنا المسؤولين تاعنا 90 دقيقة. بعد 90 دقيقة يغيروا المدرب ويغيروا كل شيء، إذا هزم يغير المدرب ويغير كل شيء. يعني هزيمة تأثر على مسيرة نادي. لهنا المشكلة الكبيرة. احنا ما نصبروش 90 دقيقة، هما يصبروا سنوات. هذه هي. لكن هما عندهم عمل يشتغلوا. عندهم عمل قاعدي. عندهم الفئات السنية الصغيرة، أولا يعطيهم إمكانيات، يعطيهم المدربين. يعطيهم امكانيات معناتها خصوصا الملاعب جاهزه، وبطبيعه الحال التكوين في اللعب، التكوين البدني، حتى يتابعوه في المدرسه حتى ينجح. وهذا بطبيعه الحال يلزم وقت ويلزم صبر ويلزم امكانيات. احنا ما نصبروش صراحه، ما نصبروش، ما نعرفوش نصبروا. واحنا رغم ان معناتها ما شاء الله سبحانه وتعالى في القرآن كلمة صبر موجودة في صحيح في كذا من سورة، كذا من سورة، كذا من سورة، معناتها قيمة الصبر. لكنك تصبر لما تعمل تعرف روحك ماشي في باش توصل الهدف نتاعك، الأهداف نتاعك، مش تصبر وأنت ما حضرت شيء وما برمجت شيء لا تصبر، لكن عندك أهداف وعندك برنامج 5 6 سنين تكون لاعبين مجموعة طيبة وشيء متواصل مسترسل. هذه هي العمل القاعدي. الحديث عن البطولات، يعني نوصل الحديث عن البطولات، البطولة المغاربية، البطولة التونسية، البطولة الجزائرية والبطولة المغربية أيضا. لما نعود نحكي عن البطولات هذه نحكي عن المنتخبات، يعني نحكي عن المنتخب التونسي، نحكي عن المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي. المنتخب التونسي على بعد خطوة من بلوغ عتبة مونديال روسيا. هل يعني سر وكلمة السر في معادلة نجاح المنتخب التونسي تكمن في المدرب المحلي، يعني نبيل معلول ما شاء الله عليه؟ ممكن أنا مانيش ضد المدرب الأجنبي. المدرب الأجنبي ممكن يعطيك إضافة كبيرة ويحسن لك مستوى الفريق. أنا مع المدرب اللي قادر باش يحسن مستوى الفريق، قادر باش يكون قريب للاعبين، لأنه العمل في المنتخب شنو عمل في المنتخب؟ لا يحضر بدني، لا يحضر، هو عمل تكتيكي، يختار أفضل اللاعبين، توظيف اللاعبين، تركيبة الفريق، لأنه العمل كل في النوادي. اليوم في فدايه 3 4 ايام بالنسبه للمدرب شو يحضر فيهم، يعني بالاكثر راح يخدم 10 ايام وكفى 10 يعني يحضر القائمه تاعو والقائمه تاعو، اختياراته تكون ناجحه، توظيف اللاعبين، القراءه الجيده للمباريات خصوصا يوم المباراه، هذا مهم جدا. احنا كاسبر جاك قام بعمل، لانه كاسبر جاك هو اللي حضر الفريق هذايا، عنده سنه وسنه ونص لعب في كاس الفريق، وصل دور ربع نهائي، فزنا على الجزائر، قدم مستوى جيد. لكن بعد تراجع المباريات الوديه تراجع غيره، جابوا نبيل معلول. والحل كان في نبيل معلول، يعني قدر يعاود، يعني كما يقولوا باللغه الاجنبيه ريموبيليزي لو جروب، هذا هو قريب من اللاعبين تقريب، زاد ادخل 2 أو 3 لاعبين جدد في الفريق وكمل بالفريق، ما حاولش يهدم اللي عمله كاسبر جاك، وهذا يهم جدا. أنا في مدربين يهدموا اللي عملوا اللي قبله، وهذا خطأ. هو كمل بالفريق، ثم هناك عمل، لأن اليوم المنتخب التونسي متكون من تقريب 9 لاعبين محليين، في لاعب ولاعبين من المر، وتوضح لنا قيمة العمل الكبير في الفرق الكبرى، في النجم، في الترجي، في النادي الرئيسي الصفاقس، حتى العمل الذهني كابتن. يعني لو نعود نولوا للوراء نشوف المنتخب الجزائري في 2010 تحت قيادة رابح سعدان قدر يعمل شيء بمنتخب يعني متوسط. صحيح. لو قارنا المنتخب الجزائري بمنتخب المصري انذاك، المنتخب المصري كان اقوى المنتخب الجزائري، لكن يعني الفرق كان في المستوى الذهني والجرينتا تاع اللاعبين، يعني حتى الفرق يعني طبيعي. انا اقول لاعب في المنتخب ما يكفيش انه يعرف يلعب كوره، اولا شخصيته لازم تكون عنده شخصيه قويه، حضور ذهني، تركيز كبير، الروح القتاليه، يحب يربح، عنده الجرينتا يحب يربح، يحب يفوز. وهذه في كره القدم هذوما دي فالور يكونوا لازم يكونوا موجودين، هذا الحب الفوز الروح القتاليه، هذه ما دي فالور موجوده في اللاعب، المفروض تكون مع الامكانيات الفرديه الفنيه مع اللياقه البدنيه. ولهذا اعتقد ان الفريق الجزائري مر فترات مميزه،
2010 كان عنده فريق كبير، 2014 كان عنده فريق كبير. لكن فريق المنتخب تاع 2014 احسن من المنتخب تاع 2010. لكن احنا مشكلتنا ما نكملوش مرتين ثلاث مرات ثم المستوى، لانه ما ثماش خزان، الخزان هو المنتخبات الشبابيه اللي باش تاخذ منهم انت. المنتخبات الشبابيه باش تاخذ. انت بكره يمشي لك محرز، يمشي لك ما عرفش انا سليماني عندك فيغولي ابراهيم، باش تعوضهم. تنتظر سنوات وسنوات وسنوات حتى يتراجع المستوى، حتى يضمحل الفريق، حتى تدخل شك في الفريق، حتى صعوبات، يغير رئيس الاتحاد، يجي رئيس اخر، يغير مدرب، يجي مدرب اخر، لهنا ندخلوا في دوامه اللي ما عادش نخرجوا منها. وانت تحكي على رئيس الاتحاد، نحكي على رئيس الاتحاد الجزائري. يعني في 20 مارس تم تنصيب رئيس جديد اللي هو خير الدين زطشي مكان محمد راوراوا. المنتخب كان يعني كان رهن جزء من الحظوظ، يعني بعد تعادله في الجزائر امام المنتخب الكاميروني والهزيمه بنيجيريا امام المنتخب النيجيري، لكن كانت باقيه حظوظ. قدوم رئيس الجديد يعني ما قدرش بعد ما اختار مدرب اسباني اللي انت تعرفه عز المعرفه، انت تحلل البوليغا الاسبانيه وتعرف لوكاس الكاراز اللي كان في غرناطه، اشرف على منتخب حجم الجزائر. هل لوكاس الكاراز هو المدرب اللي كان يناسب الجزائر بصراحه كابتن؟ لا بصراحه انا اقول مدرب غرناطه يدرب في فريق يلعب يتفادي النزول، كيف تحب تلعب به كاس عالم؟ اليوم ما عندوش خبره، هو ما عندوش خبره. هذه كاس العالم وكاس افريقيا لازم مدربين عندهم خبره، دربوا فرق كبيره. والجزائر عندها امكانيات ماديه باش تنتدب افضل مدربين، انت عندك افضل مجموعه في افريقيا، يلزمهم افضل مدرب. جيب لهم مدرب غرناطه اللي يلعب لتفادي النزول. فرق راهو بين المدرب يلعب تفادي النزول وفرق بين المدرب يلعب باش يتفوز بالبطوله، هذوكم المدربين المفروض يدرب المنتخب الجزائري. لانه عنده لاعبين عندهم شخصيه قويه، عنده لاعبين لعبوا في كاس العالم وتقريبا كانوا قاب قوسين باش يفوزوا على افضل فريق المانيا. مدرب غرناطه شنو هي الاضافه باش يعطيها مدرب غرناطه؟ هو بيدو ما يعرفش لو نيفو وما يعرفش المستوى العالي وما يعرفش ادغال افريقيا كابتن، لانه افريقيا لازم لها مدربين يعني. لان كره افريقيا تختلف على اوروبا. نشوفوا مدرب حجم ايرفي رونار يعني خلصوا مع في لاعبين كبار يلعبوا في اوروبا، لما يلعبوا في افريقيا لقوا صعوبات كبيره. تقول لماذا ما نجحش هذا؟ لان كره افريقيه مختلفه، فيها قوه، فيها ملاعب سيئه، فيها حكام تحكيم، فيها دفاع، فيها ضرب، فيها عنف، هذا مش موجود في اوروبا. يتفاجئ اللاعب اللي يلعب في اوروبا ويروح لافريقيا يتفاجئ، الطقس كل شيء. عديد اللاعبين ما نجحوش. عندكم لاعب مثلا يلعب في توتنهام. نبيل بن طالب الان هو في شالك في المانيا. في لكن لما راى المنتخب الجزائري ما لقى صعوبات كبيره بصراحه. ما عطاش اللي يعطي فيه في توتنهام. في شالك الان في البطوله الالمانيه. اعتقد لان المشكله انا المفروض بعد وحيد حليلو زيتش المفروض انه مدرب كبير بحجم من مثلا مش تقترح انت اسم يعني لو عطينا لك الاختيار باش تخيرنا مدرب بعد حليلو زيتش اي يعني مدرب تقدر تقترحه كابتن؟ والله كنت اختار مدرب كبير، لورون بلون، مدرب اللي يلعب لو نيفو، مدرب اللي نعطي الامكانيات. لما يكون عندي فريق كبير نوفر الامكانيات، نجيب مدرب كبير. حتى الفاف ما شاء الله عليها يعني كانت عندها الامكانيات عندها الامكانيات الجزائر تجيب مدرب جديد. لا الجزائر غزة، الجزائر دولة عندها امكانيات كبيرة. تجيب لي ليكانس بطبيعة الحال باش يزيد يهبط المستوى، يضعفوا الفريق ويهبطوا المستوى وما يلقاش الحلول، لأنه كبير عليه الفريق، حجم الأسماء كبيرة على المدرب. ولهنا المشكلة كبيرة. حتى يعني في سير الذهنيات كابتن، يعني لما تكون عندك أسماء بحجم بن طالب طبيعي محرز أحسن لاعب في إفريقيا طبيعي. عندك فوزي غلام يلعب في نابولي، إبراهيمي في إف سي بورتو، يعني راح تسير ذهنيات. أنت لازم لك كاريزما، يعني منتخب يكون عنده شخصية. لأن ديما النجوم في بعض الفترات يصبحوا نقمة، إذا ما تعرفش تسيرهم المدرب يضعف ويكون ضعيف، النجوم يصبحوا نقمة. معناتها هناك خطورة على الفريق إذا النجوم ما يتفاهموش مستجمين مع بعضهم، ها وتولي كل واحد عنده العصابة نتاعو وكل واحد عنده اللاعب نتاعو وكل واحد يحب زميله يلعب والمدرب يبدا بعيد والمدرب ضعيف شخصية،
خطورة كبيرة على الفريق. الكاراز يعني يقولوا الكاراز، لكن ولو أنه رئيس الفاف هو اللي اتخذ القرار بإبعاد بعض الركائز، يعني عدم استدعائهم المباراة الكاميرون الفارطة، يعني على غرار محرز، بن طالب، سليماني، فوزي غلام يعني أصيب بإسهال في آخر لحظة يعني اعتذر. تظن أنه هذا هو الحل؟ يعني هو قال بلي المباراة راح نضخوا فيها دماء جديدة ونجربوا ما دام الجزائر أقصيت، يعني في مباراة تتجرب فيها الجزائر خسرت فيها بهدفين الركائز ما تستدعيهمش، كيفاش راح يكون المصير تاع المنتخب كابتن؟ لما انت لاعب يعني بحجم محرز تبعدوا عن المباراة. والله يغزو شو، ما نحبش ندخل في متاهات مشاكل المنتخب. لا يعني مجرد رأي، يعني مجرد رأي انت كلاعب يعني نحس روحي كونسيرني بالجزائر. لا يعني احنا التوانسه، احنا التوانسه اقرب ناس لينا هما الجزائريين. على هذه يعني انا حسيتك معناتها عندي الحق باش ندخل في الجزائر، لان نعتبروا الجزائر حاجه منا احنا في تونس. ممكن في بلاد في دوله اخرى ما ندخلوش. ما ندخلوش صح. ما ندخلوش. لكن الجزائر عندها الحق باش ندخلوا، وكيما هما عندهم الحق باش ندخلوا. ندخلوا صح، صحيح. انا نقول اولا رئيس الاتحاد كيف اخترته رئيس الاتحاد؟ هل هو عنده خبرة؟ هو كان رئيس نادي أوكي عنده خبرة، لأنه رئيس نادي 52 سنة مش تعتقد أنه عنده خبرة رئيس نادي؟ يعني ما كانش عنده خبرة في إفريقيا ولا في أدغال إفريقيا. هذا هو ممكن أنا رئيس نادي ما عندهش خبرة، لكن الانتوراج متاعه مستشارين متاعه ما عندهش خبرة أيضا. هذه المشكلة، لأن أخذ فريق مو سهل، المنتخب الجزائري مو سهل، لانه في وقت شك الشكوك حق النتائج ما سيئه، الشكوك لاعبين ما عادش يعطيو 100%، لهنا يلزم برنامج. هل هو عنده برنامج تخلفيه ولا؟ هو يقول عندي برنامج، تكلمنا معاه قال لك انه ما خلونيش نطبق البرنامج. عاودنا ولينا النقطة، عاودنا ولينا الاتحاد كابتن، عاود الاتحاد المفروض دخل طبق كابتن، عاودنا ولينا نفس المشكلة قلناه من قبل. الشارع متحمس للنتائج على يعني فورية، ما يحبش يشوف المنتج منتخب جزائري لامس القاع، صح؟ طبيعي بالاسماء هذيك بالاسماء اللي موجوده في الجزائر تلامس القاع يعني عيب. الناس يعني ما تنتظرش، الناس تحب النتائج لان لاعبين كبار. لكن المشكله ان بعد كاس العالم الفريق بدا المستوى نتاعو يتراجع، الفريق ما عادش نحسوا به الفريق الجزائري اللي شدناه في كاس العالم، الروح والقوه اندفاع. صحيح في لاعبين ما يلعبوش، فاللي جاء وقت اللي ما لعبش في فريق فالنسيا لقى صعوبات كبيره في تراجع المستوى، لكن عندهم امكانيات. ثم المشكله الكبيره اللي يقولوها زاده ومصالحوا بها، ان في تصفيات كاس العالم وفي تصفيات وفي كاس افريقيا الاخير انا ما عندكمش مدافعين، ما ثماش دفاع. ولهنا انا قود بناء فريق ما كانش عندنا مدرب ايضا، يعني اللي كان مش مدرب اللي تلعب به كاس افريقيا. دفاع الجزائر يقولوها بصراحه كان سيء. صحيح عندك مهاجمين لكن ما يكفيش باش تبني فريق كبير، لازم الحارس مرمى والدفاع ومن بعد الهجوم. نحكي ممكن انا بدفاع قوي وحارس مرمى وعندي مهاجم ممكن نفوز بكاس عالم. ايطاليا فاز بكاس عالم بدفاعه ومهاجم، لكن باش تكون عندك هجوم ودفاع ضعيف ما تفوز بشيء. وهذا شيء عرفناه في كاس افريقيا، خسرته مع تونس. مع تونس في الوقت اللي كان ما لازمش نخسره، لانه تونس كانت بحاجه للنقاط، الجزائر كان تعادل يكفيها، اللي كان الذكاء تاعو يعني خلانا نخسروا امام تونس. مدرب مش في المستوى، الفريق تراجع مستواه، ما عندكمش دفاع، هذا ياثر على من باش يجمع الشيء هذا. هو رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد وقتها جاء يا اخي انا عندي برنامج، اليوم الفريق ماهوش حاضر ماهوش جاهز، اول شيء نبدا بمدرب كبير، عندكم اليوم لاعبين محليين ماهوش سيئين، اليوم الفرق نتاعكم توصل تلعب الادوار الاولى في الشامبيونز ليغ، شاهدناها في السنوات الأخيرة تقريبا الفرق الجزائرية تلعب محرز توج بطل إنجلترا يعني محرز توج عندكم. أنا نعاود نبني مش مشكل، نعاود نبني من جديد ونخدم الصغار. البرنامج مش على الفريق الأول، البرنامج يبدأ من الفئات العمرية الصغيرة، منتخبات المنتخب. أنا لتوا عندي مدة ما سمعتش الفريق الجزائري يشارك في تحت 18 أو تحت 19 تحت 20 في كأس العالم أو في كأس فريق في الادوار النهائيه. صحيح مثل الفريق التونسي، حتى يمكن الفريق المغربي، حتى غير المصري اللي صنع استثناء. المصري صنع استثناء. الفرق الافريقيه دي موجوده. كابتن نسقسيك سؤال لكن جاوبني عليه بعد الفاصل. لو حطينا محمد راوراوا من وخير الدين زتشي الرئيس السابق تاع الفاف ورئيس الفاف الحالي،
دي اللي مقارنة، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا هنا لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا ونعود، والعود أحمد، نعود مباشرة لسؤالنا كابتن. قلنا محمد روراوة في كفة، وخير الدين زطشي الرئيس الحالي في كفة. انت ما تحكمش على الاشخاص طبعا، تحكم على النتائج. لو شفنا روراوة والخبره تاعو في ادغال افريقيا واش دار المنتخب الجزائري والرئيس الحالي، ما هو تقييمك؟ لا اقولها بصراحه، محمد روراوة بدايته قام بعمل كبير صراحه، قام بعمل كبير، هناك اصبح منتخب جزائري قوي في افريقيا. صحيح لاعبين نشتوا، لكن هو اللي حاول، مو سهل انك باش معناتها تجيب لاعبين من اوروبا ويقدموا مستوى جيد. ثم حتى البطولة الجزائرية تحسنت معه، ولينا نشارو الفرق الجزائرية. لكن المشكلة الكبيرة، وهذه احنا المشكلة عندنا المسؤولين متاعنا، بعد النجاح لهنا المشكلة. بعد النجاح كيفاش نسير وما بعد النجاح؟ هذه أصعب شيء. بعد النجاح كيف تسير؟ في بعض المسؤولين يغلطوا في أنفسهم أنه بالنسبة لي هو النجاح، معناتها النجاح الكل ينسبه لنفسه، ولهنا تصبح يدخل في اخطاء، ما عادش يتشاور، ما عادش يحكي مع الناس، ما عادش عنده برامج، يحب هو يسير كل شيء. صحيح. ولهنا بطبيعه الحال يقضي على نفسه، لانه اصعب شيء هو من بعد النجاح كيف ممكن تواصل المسيره هذه الورديه الناجحه. لهنا ممكن راهو ممكن تراجع وبدا، لكن من الاول قام بعمل كبير بصراحه في الكره الجزائريه. الكره الجزائريه وحتى الكره العربيه كابتن، الكره الافريقيه ما ننساوش قانون الباهاماس 2009، يعني تاع اللاعبين ذوي الجنسيه المزدوجه، يعني كيفاش عاود اعطى لهم الفرصه باش يعاودوا يلتحقوا بمنتخبات. انا نقول ممكن لو كانوا عنده ناس معاه، مسؤولين معاه، وحملهم المسؤوليه وخدموا لون تيرم، بعد ما خدموا موين تيرم وخدموا او شنو هي كره القدم، خدموا الحاضر والمستقبل. انت الحاضر نجاح كبير، بعد النجاح هذا شنو؟ صحيح. المنتخبات الشبابيه تحت 17 تحت 18 تعطيهم امكانيه، تجيب لهم مدربين كبار، تعمل اداره فنيه قويه كبيره باش يكون العمل مسترسل، تجيب مدير فني فرنسي، تجيب مدير فني ايطالي، تجيب مدير اسباني، مش مشكل، وتعمل عمل بخمسه سته سنوات. عندك انت فريق شاب، لاعبين كلهم شبان، محرز عمره وقته 21 22 كلهم شباب مازالوا، لكن لازم تخدم الخزان. هذا اللي ما قامش به. صحيح كابتن، نعاودوا نحكيو، كي نحكيو على اللاعبين الجزائريين ما نقدروش يعني نتفاداو مسيرتك انت كلاعب، يعني وش احتفظت بمسيرتك كلاعب كابتن، يعني مع المنتخب التونسي ولا مع الانديه اللي حملت انت القميص تحت؟ شو، انا لعبت مع المنتخب وانا عمري تقريبا 19 سنه، وكملت مسيرتي الرياضيه مع المنتخب وعمري 36 سنه. لعبت كاس عالم، العاب اولمبيه، لعبت كؤوس افريقيه، حصلت على افضل لاعب في افريقيا، حصلت افضل لاعب في تونس، لاعب القرن في تونس، افضل لاعب في افضل رياضي في تونس. بصراحه المسيره نتاعي كانت ناجحه. لماذا كانت ناجحة؟ هذه السؤال اللي كنت نطرحه لك. صحيح الكرة، صحيح فنيات كبيرة عندي، لكن أنا حافظت على، لأن الكرة راهو مش سهل. الكرة في الملعب وخارج الملعب، حياتك خارج الملعب، كيفاش تدير حياتك خارج الملعب؟ وأنا سي ليجيان دو في كيما يقولوا، سي ليجيان دو في. ليجيان دو في هذاك اللي يخلي اللاعب يعمر 35، تو تشوف كريستيانو رونالدو. ليجيان دو في نتاعو ميسي، ليجيان دو في هذوما اللاعبين يمشيو ل 34 35 لو نيفو، يلعبوا في مستوى عالي معناتها بطولات قويه. حتى الاصابات ما سببهمش يصابوا، ما فماش اصابات، لانه يعتنيوا بنفسهم، عندهم مدربين في الاكل نتاعهم، يتابعوا الاكل نتاعهم في كل شيء، النوم في كل شيء، الراحه نتاعهم في البيت. وهذا اللي عامل هام جدا بالنسبه لي، لا نسهر، لا نشرب، لا ندخن، ساعه 10 ننام. صحيح تضحيات كبيره، لانك تعرف انت حتى زين الدين زيدان وانت تحضر كابتن، قال لهم يعني 18 سنه ما ذقتش يعني البطاطا مقليه، يعني كان يحافظ يعني على اللاعبين الكبار اللي عندكم، رابح مجر
وبالاخر برلومي وصالح عصاد، هذوما لاعبين كبار. اعتقد انا الليجين دو في نتاعهم كانت احسن. طبيعي نعرفهم انا، رابح نعرفه، انسان هذه حياته لا كره كبير، لكن الليجين دو في نتاعو ممتاز، هو اللي خلاه معناتها يكمل ولعب في اوروبا وفاز بالقاب وافضل لاعبين يمكن في اوروبا وصل. وحتى بالاخضر البلومي وصالح عصاد واللي هذا، اعتقد ان هذه اللي انا نقول لازم اللاعب هو تو. احنا دخلنا البروفيسيوناليزم، احنا ما كناش بروفيسيونيل، ما كناش محترفين قبل. اليوم الاحتراف شنو هو؟ هذا هو الانضباط، الانضباط في الملعب وخارج الملعب. كابتن، نتحدث ايضا على 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 امور اخرى، الامر يتعلق بالمنصب السياسي، يعني لحقت الحكومه التونسيه وكنت انت وزير شباب ورياضه، وش استفدت من هذه التجربه يعني؟ وش هو تجربه كبيره بصراحه، الحمد لله. انا مسيرتي الرياضيه معناتها باللعب صغير في اريانا، درجه يعني في جمعيه صغيره بعيدة على تونس، تقريب بلدة في اسمها أريانا 6 كيلومتر. بديت من الأصغر، من بعد عمري 15-16 سنة مشيت الترجي الرياضي التونسي، كبرت في الترجي، لعبت في الترجي، لعبت المنتخب، مشيت النادي الأهلي، رجعت لعبت كأس عالم، لعبت كأس فريق، لعبت ألعاب أولمبية. انتهت المسيرة متاعي، دخلت للتحليل، ومن بعد ويت وزير. بالنسبة لي أنا واش تغير يعني في الكابتن طارق دياب بين يعني طبيعي. اللي كان محلل ومن بعد ولا وزير؟ أولا مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة كبيرة، مسؤولية كبيرة. الحاجة اللي ممكن ساعدتني أني نعرف الرياضة، نعرف شنو اللي مشكلتنا، شنو هي مشكلتنا احنا في تونس. أول حاجة باش تحسن الرياضة هي المنشآت. تونس لو عندها منشآت بصراحة تكون يمكن أحسن دولة في إفريقيا في الرياضات الكل. لأن احنا بالشيء توا اللي موجود والنقايص، تونس في كرة اليد، في الباسكت، في الألعاب الفردية، السباحة، في كل شيء، تونس هي الأولى دول العربية والأفريقية، لأن عندنا إمكانيات. والشيء اللي أنا يمكن لفيت، مشيت الولايات، مشيت المعتمديات وشفت عندنا بوتنسيال كبير، لكن ينقص المنشآت في الجهات نتاعهم، في الجهات المحرومة. ناس ما عندها شيء، الولايات ما ثمش ملاعب، ما ثمش قاعات، ما ثمش مسابح. وين مشي الشباب؟ وين مشي يمارسوا رياضه؟ يخرج من المدرسه وين يمشي؟ مشي يمشي وين؟ يمشي القهوه، من القهوه من بعد يمشي للبار، من البار يمشي للغير، من بعد يولي ديلانكون، ومن بعد يولي. معناتها احنا ما كاش فاش تقتل له وقته يعني، بور ايبويزي الانرجي هذيك ما كاش وين. انا نقول وديما راهو يا اخوانا في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب، ولا راهي الرياضه شانس ثانيه. ما نجحش في التعليم ينجح في الرياضه. اليوم الرياضه تخلق مواطن شغل، وتخرجوا من المشاكل، تهربوا من المشاكل اللي نشوفوا فيها الارهاب ونشوفوا في كل شيء. شنو هو الارهاب؟ هو الارهاب يتغذى من الفقر، اكثر حاجه الفقر هو الارهاب. احكي وقول لك جامع ويصلي، لا كذبه. اللي يصلي احسن من ما يصليش، اللي يصلي يعرف ربي ويعرف دينه وما يقتلش العباد. اما المجرمين الارهابيين شكون هم اليوم؟ اللي يكون مجرم يدخل السجن يعمل 5 شهور صلاتي واللي يخرج كذب يولي ارهابي. الارهاب بالفقر، وانا شفتهم تبع نشوف فيهم، نشوف الجهات كيفاش يحكيوا. سهل باش تجيب تغويه يعني، تجيب سهل لانه ما يعرف في شيء. يخرج من المدرسة حياته الكل في الـ يتسكع في الشوارع. ولهذا يعني علاش انا نقول اول حاجة بديناها، انا قلت لهم يلزمنا في الجهات هذوما نحضروا منشآت ملاعب، نحضروا دور الشباب، نحضروا قاعات. صحيح. واشتغلنا، بدينا نشتغلوا. لان الشيء اللي عملته انا في سنتين بصراحة لتوا انا كي نخرج مازالوا معناتها الناس يرحموا عليك يعني، يشتغلوا على الشيء اللي خليته انا. عملنا يمكن 37 ملعب معشم في الجهات الكل، عملنا بدينا نحضروا وعملنا قاعات، عملنا دور شباب باش تعطي امكانيات. لان انا نؤمن عندنا امكانيات كبيره، اذا عندنا في تونس فما في الجزائر، ولا عندنا في الجزائر فما المغرب، لكن تعطيه المنشآت، تعطيه الامكانيات، توفر له اسباب النجاح طبيعه الحال. اذا ما تعطيه شيء كيفاش مشى؟ ولهذا انا نقول اليوم بدينا نشتغلوا في تونس وبدينا نحضروا
فك الجهات المحرومة، نعطيهم أكثر إمكانيات باش معناتها هذيك أول شيء. ثم التشغيل، لساش عندنا أربع معاهات في تونس وكل سنة يخرجونا ألف. شغلت خاصة معاهد السياحة في سنتين أنا من أكثر الوزراء اللي شغلت تقريبا 3000. أنا كي دخلت لقيت بروموسيون بتاع 2006 ما يتخشغلوش، دخل 2006 2007 2008 2009 في سنتين. اللي توا مازال أنا خرجت 2014 بروموسيون 2010 خديت منها، وقت اللي خرجت خديت منها هما 1000 خديت منها 400. ال 400 هذوكم اللي دخلوا لتوا. كابتن قبل ما نطوي الصفحة تاع يعني الكرة المغاربية، نقولوا يعني العربيين راح يكونوا ثلاث منتخبات بإذن الله راح يمثلوا يعني اللي هما المغرب وتونس ومصر وربما سوريا يعني، ولو أن حظوظها يعني ضئيلة جدا. وش تقول أنت يا تطور كرة عربية يعني لو نشوفوا ثلاث منتخبات في كأس العالم، والمنتخب اللي يمثل يعني في السنوات الماضية يعني عاود تراجع وما راحش يكون حاضر. وقتاش نقول تطور الكرة العربية؟ وقت اللي المنتخبات الشبابية نشاهدها في كأس أفريقيا في بطولة العالم، نشوف احنا اليوم كل سنة نشوفه تحت 17 تحت 18 ولا نشوفه لا الجزائر ولا تونس ولا المغرب، لأن هذوكم الخزان. أفريقيا باش نجحت ديما موجودين، زامبيا ونيجيريا ديما موجودين، لاعب نتاعو 15-16 سنة يمشي يلعب لبرا يرجع لك لاعب كبير، هذا هي أول شيء. ثانيا نبيع أوكي نمشي لكأس العالم وبعد ما بعد كأس العالم إيه بعد نمشي كأس العالم، نمشي لأربع مرات وهذه خمس مرات الجزائر مشيت إيه بعد شنو هذا عمل مسترسل. لازم عمل مسترسل، لازم العمل اللي يكون الأهداف هناك موجودة حاضر ومستقبل، واللي يجي حاضر لغيره واللي يجي ما يهدمش عمل غيره، والعمل مسترسل هذه مش موجودة. إيه نمشي كأس العالم بعد نلعب ثلاثة مباريات ونخرج ونرجع يوم بعد شنو؟ والله مشيت كأس العالم، مشيت أوكي مشينا كأس العالم. ما بعد كأس العالم مش حتعطيني أنت بعد كأس العالم؟ كأس العالم. الدوري القطري نقول لك جمال بالماضي، وش رأيك بجمال بالماضي كمدرب؟ هل يصلح باش يكون مدرب المنتخب الجزائري؟ ممكن تعطيه فرصة. لا ممكن تعطيه أولا يقدر يسير الذهنية تاع اللاعبين. لا لا هو عنده شخصية. جمال عنده شخصية. وتوا يدرب في أفضل فريق. درب المنتخب القطري، فاز ب كأس الخليج واكتسب خبرة ولعب في مارسيليا بطولة آسيا أيضا يعني أيوة بطولة آسيا لعب عنده. لا لا هو شخصية ممكن أنا أقول ممكن تعطيه فرصة، لكن لازم مش تعطيه فرصة ترميه وتخليه، لازم هناك معناتها عمل، هناك برنامج قاعدة ويكون الناس معاه يعني برنامج. ماهيش هزيمة اللي تغير كل شيء، احنا هزيمة راهي وهذيك المشكلة في الوطن العربي، الهزيمة تغير كل شيء تهدم كل شيء اللي نعملوه الكل نهدمه. نصبر انا قلت لك انا المسؤول العربي ما صبرش 90 دقيقة، 90 دقيقة بعد 90 دقيقة إذا فاز يكمل المدرب، إذا ما فاز يهدم كل شيء، المدرب يمشي الناس الكل تمشي. إيه مش معقول هذا الشغل، هي الهزيمة أوكي واردة الهزيمة في كرة القدم لكن لازم تكمل. هل هو سر نجاح زين الدين زيدان في ريال مدريد؟ طبيعي زيدان لاعب مهاري يعني أحسن لاعب كبير ولا مدرب كبير أيضا. هو معطاه ثقة ما تنساش هو مسهل أنك زيدان ما عندوش خبره يدرب ريال مدريد، لاعبين بحجم بنزيما كريستيانو رونالدو اكبر فريق في العالم، هذا مو سهل. ريال مدريد صعب من الفرق الصعبه، لو جا فتره عصيبه يعني كارلو اونشيلوتي كان خسر رهان جا هو عاود حكم يعني جا في وقت صعب وجا في وسط السنه وفاز بالالقاب الكل، لكن انا نقول هو اللي فرض نفسه لانه يعرف البيت لعب فيها ودرب فيها ودرب الشباب. لا حتى لاعب بحجم كريستيانو ما يقدرش يعني يعلي صوته فوق لاعب يعني ويعرف تاريخ تاع زيدان، هذاك ساعده يعني. علاش قلت لك انا المدرب الاسباني ما عندوش، باش تحكي انت مع محرز باش تحكي مع فاولي باش تحكي وندي درب في غرناطه ولا درب في فريق صغير ما دربش فريق كبير ما تعرفش بصراحه. فرق راهم بين فريق يلعب لتفادي النزول وفرق بين يلعب الادوار الاولى، يلزم اشياء اخرى، يلزمك عندك الحنكة عندك الذكاء عندك شخصيتك، مو سهل إدارة فريق يلعب الأدوار الأولى. لهذا أعتقد أن زيدان نجح نجاح كبير وحل فتح باب لعديد اللاعبين، لأن يعني اليوم شو الموضة الجديدة في الفرق؟ أنا دائما ولا اللاعبين لاعب سابق ولي وعد غوارديولا كي كان في برشلونة زين دين زيدان حل والناس الكل، لويس إنريكي والناس الكل، شوف كونتي
كونتي لعب مدرب تشيلسي، اليوم كل يلتجئوا للمدربين للاعبين القدامى، لانه لقاو هناك نجاح، النجاح اكثر من الاخفاق، اكثر من الاخفاقات، وهذا هام جدا بالنسبه للاعبين معناتها اللي هي مسيرتهم ويحب يمشي للتدريب، هام جدا. كابتن تتصور بطوله اسبانيه بلا برشلونه؟ لا صعب صعب. ما كاش كلاسيكو؟ ايه صعبه بصراحه ما راهش. يعني وش جملات الرياضه راح تفسدوا السياسه؟ هو انا اقول تقرير المصير محق للناس الكل، كل واحد فهمت، لكن نقول انا يجيب التحاور، ما يجيش بالعنف والضرب والقطيعه، هذه ما توصل شيء. القطيعه ما توصل شيء، والتحاور هو اللي يوصل. انت لاحظ انت في العالم في اوروبا يتحاوروا يتخاصموا لكن يحلوا لانهم قويين، ولما تقابلوا اثنين جهلاء الجهل بعد نص ساعه يولي خصم وضرب وعنف، لان ما عندهمش ثقافه الحوار. احنا ما عندناش ثقافه الحوار، لازم يتحاوروا، وهم يتحاوروا لازم يتحاوروا مش بالعنف بالضرب، لانهم هما عندهم استعداد باش معناتها الانفصال. ويقول لك حتى البرشلونه تمشي مش مشكل، لا انا اقول لا، هذا لازم سنين وسنين وسنين حتى يلقاو حل، ولكن البرسا لازم تبقى في الدوري الاسباني. يعني البرسا مكتوب عليها الدوري الاسباني، الريال والبرسا امر حتمي، يعني امر حتمي، كلاسيكو الارض والسماء. كابتن قبل ما نختموا نعطيك سؤال اخير، مونديال قطر 2022 واش تقول لنا عليه؟ شفت شاهدت الافتتاح انت في ملعب خليفه، مباراه ايه بين السد ونادي الاخويا في لافريك دو سود، قبل ما لافريك دو سود 2010 يعني نعطوها بالاجرام وما عندهاش امكانيات، مشينا لافريك دو سود 2014 في البرازيل، تنظيم كاس العالم في لافريك دو سود افضل بكثير من البرازيل هكا بلد الكره. نفس الشيء اللي قلته يعني كابتن، والله نفس الملاحظه، عشت مونديال انا 2010 كتجربه اولى، وعشت 2014 قلت لهم ما خلوناش البرازيليين نشموا ريحه كاس العالم، يعني ما شفناش كاس العالم في افريقيا، عملوا كاس عالم لا ثم عنف ولا ثم قتل ولا شيء، ولا شيء، بالعكس روعه شمينا يعني عشنا. قطر عملوا لها حصار وشوهوا لها سمعتها سواء عرب او الغرب، لكن قطر باش تنجح لان عندها خبره كبيره، لان في العشرة ثمانية سنوات هذه عملت تقريب تظاهرات كبيره ونجحت في كاس العالم لكره اليد. انا نسكن في فندق في قريب الفندق تسكن فيه الفريق الاسباني، اليوم شو يقولوا اللاعبين الاسباني؟ يقولوا افضل كاس عالم صار في قطر، الملاعب اللي في قطر شيء، حتى ملعب الخرة وجاهز يعني امكانيات كبيره، وقبل اربع سنوات كبيرة. من لا هما في التحضير وفي التنظيم حتى في الجانب كبيرة. اللوجستيكي كابتن، يعني كل ملعب راح يكون مربوط بشبكه مترو، يعني النقل، الملاعب للتدريب، شو هي المشكله؟ النقل، الملاعب للتدريب، التوقيت، مع حداثه تكنولوجيا، كل شيء موجود. وهما بصراحه ناس رغماتين، ناس منظمين، ثم شيء ممتاز في قطر. الامير عمره قديش؟ 35 سنة. شيخ تميم فاهم الرياضه وفاهم كل شيء وعايش ومثقف، والعائله الكل مثقفه، فاهمين العالم وفاهمين كل شيء. ماهوش تحكي انت مع 90 سنه ولا 80 سنه ما يعرف شيء، هذا يعرف كل شيء، واخواته يعرفوا كل شيء، والمسؤولين والوزراء نتاعو الكل شباب وفاهمين، حيويه. شوف قطر اليوم اقتصاديه من افضل البلدان، تعليم من افضل البلدان، مدخول فردي افضل، كل شيء قطر تقدمه. هو شنو هو المشكله؟ هو شوي حسد، هي كل شيء حسد، ما ثم شيء، اللي شيء صار قطر هو حسد، لانه شاب، قطر ولات قويه اعلاميا، قطر قويه اقتصاديا، التعليم نتاعها مزدهر، لا احنا المقيمين نعتبروا نتاعنا كنا قطريين، ما عندناش مشكل بصراحه، ما لقينا حتى مشكل. حتى في القانون الجديد يعني الغاو التاشيرات، والشعب وراء القياده نتاعهم، لان القياده نتاعهم تعطي فيهم في كل شيء،
تحب الشعب نتاعها، فما تناغم بين القيادة والشعب، هذا هام جدا. ما ثماش كل التظاهرات ولا ما ثماش ماشي قطر، شعب هادي، شعب بصراحة كريم القطري. أنا أقول مشي كاس عالم إن شاء الله نحضر عليه، مش يكون كاس عالم من خصوصا الملاعب والإمكانيات والمترو والبنية التحتية حاضرة وجاهزة إن شاء الله. وأنا نضم صوتي لصوتكم إن شاء الله، يعني حين يكون مونديال ليس قطر فحسب لكن مونديال العرب هو مونديال العرب إن شاء الله، بلدان عربية ودول عربية إن شاء الله، من الجزائر إن شاء الله الشقيق إن شاء الله. كابتن نشكروك على يعني صراحتك، نشكرك على صبرك معنا إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك، ونتمنى يكون الحوار عجبك إن شاء الله. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. وانتم مشاهدينا الكرام نشكركم، ونصل إلى نهاية هذا العدد الجديد من برنامج نجوم. إلى ذلكم أقول لكم سلام. We'll be right back.